السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، ما راح أطول عليكم. موضوعنا اليوم إن شاء الله حيكون عن الحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة بألمانيا صرحت إنه ألمانيا راح تكون بالحكومة الجديدة ألمانيا جديدة مثل ما بيقولوا، تمام؟ في تطور كتير من ناحية الاقتصاد، من ناحية الصناعة، من ناحية نظام العمالة، من يعني من ناحية كل شيء. فعندهم خطة وعندهم هدف انه بدهم يطوروا من ألمانيا من حسن لأحسن ان شاء الله، تمام؟ راح نحكي عن موضوع اللجوء، صرحوا على موضوع اللجوء والأمور اللجوء، بالإضافة راح نحكي عن موضوع الناس اللي عندهم ديلدونج، اللي أخذين ديلدونج ومندمجين بالمجتمع وأمورهم ماشية وما عم يجيون أخبار لهلا ومتروكين على جناب. بالإضافة راح نحكي عن الأجور، الحد الأدنى لأجور الساعة بألمانيا راح يتعدل كمان. طبعا هاي القرارات كلها إن شاء الله راح تتنفذ بإذن الله بالسنة الجديدة، تمام؟ وراح نحكي عن موضوع تسهيلات الجنسية بالنسبة لموضوع الحصول على الجنسية، تمام؟ حبايبي يلي عم يشوف فيديو عندي جديد بالقناة، إذا سمحتوا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعموني وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات والناس تستفاد من المعلومات إن شاء الله، تمام؟ يلا خلينا نبلش. هلأ رح نحكي عن أول نقطة وكتير مهمة وكتير جيدة لكل الناس اللي عايشة بألمانيا، واللي هي صرح عنها المستشار أولاف شولز، المستشار الجديد للحزب الاسبيدي، وصرح وقال أنه الوعد اللي عطاه بالنسبة لموضوع الأجور بألمانيا الحد الأدنى رح يرفعه لل 12 يورو، تمام؟ هلأ كان الحد الأدنى موجود هون بألمانيا اللي هو 9 يورو و55 سنت، تمام؟ هي كان الأجور الحد الأدنى بألمانيا. شو معنات الحد الأدنى؟ رح نحكي عن الفكرة للناس اللي حتيجي جديدة على ألمانيا مشان تعرف شو معنات الحد الأدنى لأجور الساعة. هلأ هون بألمانيا أي موظف يروح بيشتغل بأي شركة، تمام؟ عند أي حدا لازم تكون ساعته أجارها أقل شيء 9 يورو ونص، خلينا نقول، تمام؟ هي اقل شيء، يعني صاحب العمل ما بيحسن يحسب له تحت ال 9 يورو ونص، تمام؟ الا للناس اللي عم يروحوا يشتغلوا بالاسود، في ناس عم تروح تشتغل بالاسود عم تتفق هي وصاحب الشغل، ما بعرف شو عم يزبطوا الامور وخلصت، تمام؟ اما تشتغل انت نظامي ساعتك لازم تكون اقل شيء 9 يورو ونص. هلا الحكومه الالمانيه رح تعدل الموضوع لانه عم تشوف انه المانيا بلد كفو وبلد غنية، وخرج انه الواحد يكون الحد الادنى لسعر الساعة تبعه 12 يورو، تمام؟ فرح يرفعوا الاجور من 9 ونص لل 12 يورو، يعني قفزة بصراحة كتير قوية يعني. فهذا الموضوع ان شاء الله رح يكون منيح على كل الناس اللي عم تشتغل بالمانيا. في ناس عم تشتغل بالمانيا عم تاخد لهلا عم تاخد 9 يورو ونص و10 يورو، يعني الموضوع شوي صعب يعني بالنسبة لهذا الموضوع، تمام؟ فهذا الشيء رح يتعدل إن شاء الله على السنة الجديدة، وهذا أصلاً أول وعد كان وعده اللي هو المستشار أولاف شولتز، قال إنه أنا أول ما أستلم الحزب هذا أول قرار رح أتخذه اللي هو رفع الحد الأدنى لأجور الساعة بألمانيا من 9 يورو ونص ل 12 يورو. طبعاً هذا ال 12 يورو بروتو مو نيتو، 12 يورو بروتو. شو معنات بروتو وشو معنات نيتو عشان كمان نوضح للناس يلي رح تجي على ألمانيا جديد أو اللي حتشتغل جديد بألمانيا لسه ما عندها فكرة عن الموضوع. هلأ البروتو يلي بيقصدوا فيه إنه الراتب الإجمالي. كيف يعني الراتب الإجمالي؟ يعني أنت مثلا إذا راتبك على الساعة 12 يورو اللي هو بروتو اللي هو الإجمالي، تمام؟ يعني بدون ما تدفع ضرائب، هذا 12 يورو بدون دفع الضرائب. النيتو اللي هو الصافي، الراتب الصافي اللي بيضل لك هو النيتو، تمام؟ فانت مثلا اذا اخذت 12 يورو بروتو اللي هو الاجمالي، هدول ال 12 يورو راح تدفع منهم ضرائب، هذا شيء طبيعي بالمانيا، تمام؟ يعني نفترض افتراض للشاب العزابي 12 يورو، خلينا نقول بترجع ساعتك ب 9 يورو ونص،
تمام صافي، يعني بيصير بيدفعوا لك 12 يورو تمام الإجمالي، وبتدفع ضرائب بزيد لك منه شيء 9 يورو تقريبا تمام. فهي معنات البروتو والصافي، ف 12 يورو هي بروتو، وبعدين بقى الصافي حسب كل واحد متزوج زابي، هي الأمور ضرائب لأنه في إلى أمور تانية فما راح نفوت فيها تمام. هي بالنسبة لهذا أول موضوع. راح نروح على الموضوع الثاني اللي هو موضوع الجنسية. موضوع الجنسية راح يصير في تسهيل بهذا الموضوع. الجنسية كان الواحد إذا بده يحصل عليها الجنسية الألمانية كان لازم يستنى 8 سنين، وفي لها شروط، كان لازم يكون في عنده عمل، وإذا ما عنده عمل وإذا عم ياخذ مساعدات وما عم ياخذ مساعدات، فكان في لها شروط كثيرة ما راح أفوت تفاصيلها مشان ما نطول الفيديو تمام. فحكى وقال وعد كمان المستشار أولاف شولتز إنه الجنسية راح تصير عوض 8 سنين 5 سنين، يعني كل مين راح يكون بألمانيا حيجي على ألمانيا يعيش بألمانيا يكون صاير له أكثر من 5 سنين، جايب اللغة، جاي عم يشتغل، مندمج بالمجتمع، أموره جيدة، راح يحصل على الجنسية بعد 5 سنوات. فهذا الموضوع راح يكون فيه تسهيل، لأنه هو صرح وزير الخارجية، عفوا صرح المستشار إنه ألمانيا يعني صارت بلد هجرة تمام، يعني صارت كل الناس عم تكون عم تقلك نحن المقصد طالعين على ألمانيا، فصارت انه بلد هجرة. فلهذا السبب انه رح يسهل الأمور ويسهل المواضيع، لحتى يعني هي الشغلة كمان منيحة لألمانيا. ليش؟ انه عم يجنسوا الناس، لأنه ألمانيا يعني في، احنا ما رح نفوت موضوع تاني، بس في دراسات بتقول انه بسنة 2035 رح ينخفض عدد سكان ألمانيا من 90 مليون ل 70 مليون ولا 80 مليون، بسبب انه في كتير 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 اشخاص اعمارهم كبيرة هون وموجودين بالآتم فليجة اللي هو دور الرعاية للمسنين تمام. فبيقولوا لك انه في يعني حوالي شي 15 مليون او 20 مليون كلهم كبار بالسن، فهدول بعد فترة كلهم رح يعني الله يطول بعمار الكل ان شاء الله رح يموتوا تمام. فلهذا السبب رح يصير في انخفاض بعدد سكان ألمانيا. فموضوع الهجرة هن متقبلينه لأنه بدهم يعوضوا هذا الشيء تمام. فما رح نفوت بهالمواضيع هاي، فهذا موضوع الجنسية رح يتعدى من 8 سنين للخمس سنين. منروح لآخر خبر واللي هو بموضوع اللجوء. بالنسبة لموضوع اللجوء يعني مثل ما حكينا أنه رح يكون في تسهيلات كثيرة لموضوع اللجوء. كيف يعني؟ صرح المستشار أولاف شولتز أنه ألمانيا صارت بلد هجرة تمام؟ يعني الناس عم تيجي مثل ما قلت لكم عم تيجي على ألمانيا لأنه خلص أنه صارت بلد هجرة. فصرح وقال أنه نحن رح نكون متعاونين بهذا الموضوع، ورح نحاول يعني كيف عم يقول أنه رح نحاول أنه نخلي الجي والهجرة على ألمانيا تصير شرعية، ما تكون غير شرعية. يعني عم يقول انه نحن بنعمل تسهيلات مشان ما تعود الناس تلجأ لطرق البحر والهجرة غير شرعية والقصص هي. فبدون يعملوا قرارات جديدة تحاول انه تسهل على الشخص اللي بده يهاجر على ألمانيا انه يكون الامور سهل عليه ويقدم ويجي نظامي على ألمانيا من دون المخاطرة بحياته، ومن دون ما يتعذب ويصير في ناس عم تنصب عليه، وفي يعني في كتير شغلات عم نسمحها تمام. فبدهم يعملوا تسهيل لهذا الموضوع، بدهم يعملوا اقتراحات، ما قالوا لسه شو اقتراحات، بس بدهم يعملوا اقتراحات لهذا الموضوع. هل هي الاقتراحات يعني حددوا قال انه نسهل موضوع انه مثلا العماله، الناس انه بتيجي لعنا انه نسهل موضوع العماله عشان يجوا هجره، او الناس اللي تجي دراسه، او الناس اللي بدها تجي مثلا هجره، او يعني في شروط حيقولوها بعدين حتبين معنا على السنه الجديده ان شاء الله تمام. هاي شغلة. شغلة تانية بالنسبة لموضوع الناس يلي موجودة بألمانيا يلي هن عندهم دلدونج، يلي معهم دلدونج، هدول اللي عندهم دلدونج انه بياخدوا دلدونج بيجيهم رفض وانه مع الترحيل تمام، بيعطوهم اياه وانه مع الترحيل، بيروح بيطعم بالقرار وبده يستنى، وبيستنى سنة او سنتين او حسب، والله في ناس عم تستنى كتير يعني لحتى يجيها بعد منهم القرار انه يا بيوافقولن على الطعن يا اما ما بيوافقولن. فعم يقول انه نحنا بالنسبة لموضوع الناس يلي عندها دلدونج والناس اللي موقف امورها رح نحل هاي المواضيع ان شاء الله، ورح ياخدوا بعين الاعتبار كل مين مندمج بألمانيا. يعني مثلا واحد معه دلدونج ومندمج بألمانيا
متعلم لغة، معه شهادة لغة، عم يشتغل. هي كتير مهمة هي الشغلة بالنسبة لألمانيا، لأن أنت عم تشتغل وعم تصرف على حالك، ما عم تاخذ مساعدات من الدولة، فهي نقطة كتير مهمة. فهون في كتير ناس معها ديلدونج، معها ترحيل وطعنة بالقرار وقاعدة، بس اندمجت، معها لغة ومعها شهادات وعم يشتغلوا وعم يصرفوا على حالهم، فهدول موقفة أمورهم. تمام، هدول عم يقول رح يحل الموضوع إن شاء الله ويظبط، وياخذوا بعين الاعتبار كل مين عامل انجازات بالمانيا، يعني كل مين عم يشتغل عنده لغه والقصص هي، حيكون في ترتيب بهذا الموضوع. بالاضافه حكيت انا بفيديو سابق انه عن تسريع الاجراءات وشو مين حيترحل مين رح يضل، هلكي هاد رح احط لكم الرابط بالوصف اذا بتحبوا تعرفوا تفاصيل اكثر، فوتوا على الرابط وشوفوا التفاصيل اكثر ببين معكم يعني، انا ما بدي اطول الفيديو هذا. تمام، فباختصار رح يكون في تسريع للإجراءات وللأمور هي كلياتها. وشغلة تانية بالنسبة للناس يلي حيكون في عليها ترحيل، حيكون الموضوع حازم يعني. تمام، مين الناس عليها ترحيل؟ يلي عاملين جرائم، يلي عاملين مشاكل، يلي في عليهم قصص، يلي في عليهم شغلات، هدول عاطينهم مثلا انه لازم يترحلوا وعاملين عليهم سوابق سيئة، هدول انه رح يكون الموضوع حازم يعني، خلاص انه ترحيل ترحيل ما في لعب يعني. تمام، فهالامور ان شاء الله كلها حتبين معنا على السنه الجديده، ونشوف شو الله بيسر معنا ان شاء الله. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو. عم تنسوا اللايك ليش ما بعرف. بتشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.